مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم عم تتابعوا فيديو اليوم. معكم انا عليا ورجعت لكم فيديو جديد. اهلا وسهلا فيكم كل الصبايا اللي نورت عائلتنا جديد. واليوم رح اشارك معكم فيديو. هلا هون كنت جايبه هذا الورق للمطبخ مشان نحطه لحيطان المطبخ من عند المجله، هيك تغيير يعني ديكور جديد ان شاء الله لرمضان. رمضان كريم، الله يعيده علينا وعليكم بالخير والصحه والبركه يا رب. وكنت عم نظف البيت، هيك غسلت البرادي، عملت تنظيفات للبيت. رح اشارك معكم كثير اجواء حلوه. يلا خلونا نتابع الفيديو. انا كثير زعلانه منكم لانه ما في تفاعل بصراحه، يعني ما بتحطوا لي لايكات من ايديكم الحلوه، بتكتبوا لي تعليق من ايديكم الحلوين، خلي لي قلبكم. شكرا كثير لكم، وشكرا لكل حدا بيكتب لي تعليق الله يجبر بخاطركم، هيك كل مين بيجبر بخاطري شكرا كثير لكم. هلا هون كنت بغير برداية المطبخ، غسلتها وعلقت هذا الاضاءه عليها، وهيك هدول كانوا المشتريات اللي اشتريتهم. هدول شغلات انه بيلزموا للمطبخ، يعني شغلات ما هي اساسيه او شيء، بس انه هلا بكر برمضان كثير بيلزمونا هدول، اكياس الفروج، هيك ورق الالمنيوم، ورق الزبده، هيك كثير شغلات اوقات بيكون يعني انه مالكم طلعه وبيلزموا. فانا هيك كنت يعني انه رايحه وشفتهم وتمام اشتريتهم، انه يعني مشان احطهم في المطبخ، وجبت هيك هدول الشغلات مشان نحطهم على حيط المطبخ يعني. وهدول كانوا عندي من قبل مثل ما بتعرفون، مطبخي القديم كانوا مقيومات، قلت لا خلص هلا رح احطهم بما انه رح اغير هيك الديكور، رح احطهم ورق. طبعا هذا الورق بينقشر، وهذا جبته للمجله، يعني بينشال وما بياثر على المجله اللي هيك لانه المجله هون كثير هيك مبقع وشكله ما حلو. فان شاء الله يصير، اذا صار اكيد رح اشاركه معكم، بس انه هلا جبتهم وتمام. وقت اللي بينقلعوا تماما يعني ما بياثر تحتهم. واخذت هاي البراية مشان انه الجزر وخيار وهيك نزين فيها، وهذا مشان السمبوسك. هلا انا ما شاركت معكم قبل تفريزات لانه انتم شفتوا انا ما في عندي محل احطهم، فتمام جبتهم. ان شاء الله بنعمل هيك اول باول برمضان، ان شاء الله هيك يجي علينا بالخير والصحه والبركه يا رب. انتم خبروني ايش عم بتجهزوا، ايش جهزتوا تجهيزات لرمضان كمان. كتير حبيت شكل القالب، هلا هو صغير وشكله كتير حلو. انا اخذته بمحل ادوات المنزليه، طبعا في بترنديول، بس بترنديول اغلى بكتير، يعني انا اخذته 28 ليره، بترنديول شفته شي 60 ليره. وهي محلب اخذت للمعروق من مقبول، هون عندنا في محل اسمه مقبول بينزل هيك بهارات وهيك شغلات، هيك شغلات اخذتهم. يلا خلونا هلا نضبهم ونشوف شو راح نسوي بعدها. طبعا انا عملت تنظيفه كامله للبيت، هيك حوسه نظيفه، غسلت البرادي وهيك شغلات يعني. هون كنت مطبقه كل الغزم من قبل، وشايفه انه شل الشغلات اللي ناقصني. هلا اجمالا هن هيك يعني، عرفتوا انه ما بنفتحهم ولا شيء، بس وقت اللي بيلزموني. بس اكيد عملت لهم تطبيقه وشفت الشغلات، هلا ما كان لازمني لا بهارات ولا هيك شغلات، انه عندي موجود واول باول يعني احسن. واخذت هذا شاركته معكم اليوز بير، وفي منه بالبيم مشان البرادي، كثير كويس بتحطه شوي بينظف البرادي. هلا انا برادي هن لونهم سكري، ذاتا مالي فترة منزلتهم غسلتهم، بس هيك كتير بحب ريحته المعطر بالبيت وهيك، فقلت رح اغسلهم. واخذت هذا كمان للبرادي الاسود، كان في عليهم عرض باليوز بير. هلا بصراحة هذا البرادي الابيض بنظف، بس اما الشامبو الاسود للبرادي كان كويس، بس المعطر لا ما عجبني، يعني ريحته ابدا ما قوية، بتحطوها من هون بتروح من هون. هلا انا بستخدم يوموش، لا يوموش ريحته كتير ممتازة، بترجعوا بتنزلوا البرادي ولسه عليهم، بس بما انه مقاطعة وكان خلص ما في عندي فما جبته، عرفتوا؟ وهدول ما بعرف اذا مقاطعه ولا لا، بس انا ما بعرفهم انه من ضمن المقاطعه، اضطريت انه اجيبهم. كان في عندي يموش شوي صغيره حطيتهم من قبل، يعني ضيل للبرادي السود، بس هدول والله حطيت لهم من هذا لانه ما قد. وشوفوا هون كنت منزل البرادي، غسلت هدول وعلقتهم، ولا نزلت السود كمان مشان اغسلهم، ونظفت الشبابيك وهيك حوسه يعني من قريبه للبيت. طبعا هلا هون عندي هدول السفرجلات كانوا محطوطين في البراد، هلا انا ما كنت بدي احطهم بالفريزر، شايفين يعني انه حتى لونهم انه هيك يعني مبلش انه منهم يسودوا شوي هيك، انا بياكلون ولادي. بس بما انه انا نزلت معكم قبل بالفيديو انه كيف حيطوا بالفريزر، فبعتت لي رفيقتي من كندا كانت عم تتفرج عليه، قرايبتي ورفيقتي خلي لي قلبها، قالت لي انه شلون الطريام، قلت يلا رح ارجع انزلكم اياها مشان في بنات انه تستفيد منها. هلا انا بس قطعته وغسلته ما عملت له شيء نهائيا، ونعبيه باكياس وبنحطه بالفريزر.
شايفين الفريز عندي بما أنه ما في مجال، بس قلت يلا. وهذا السبانخ بالمناسبة اللي طالعته هيك عصرته طلع بس بهالقد يعني ضل، ورجعت حطيته لأن عملته هذا مشان كيك، وشايفين لونه شلون بالبراد يعني بيضل مثل ما هو وقت اللي بتطالعه، بس بتحطوه مع اللحمة وتمام، يعني أنه ما بده شيء وبتسلقوه يعني مع اللحمة. تطبخوا طبعا سفرجلية. وهلا هون كنت مجهزة بدي اطبخ بطاطا بحمض، نحن بنقلها هيك مع توم، وجنبها مقلوبة، انتو ما بعرف ايش بتقلولها ايش بتسموها. هلا هون هذا الفروج عندي كان حيل اللي مطالعته من البراد، رح اغسله كتير كويس ورح احطه ينسلق، وحطت له بصلة بس من دون مطيبات لاشيل الزفرة عنه، بعود بحط له المطيبات. هلا هون كنت عبقلي البطاطا، هلا انا قسمتها هيك مكعبات، هلا هي رح اصفي ميتها، بحط لها مي مشان ما تسود طبعا. عبقلي البطاطا بقليها 3 ارباع سوية. وهذا الرز اخدته من اليوز بير، كتير بنات بيسألوني، عفوا من البيم، كتير بنات بيسألوني انه عن الرز. هلأ شوفوا هذا نوعية الوسط مال الاخضر، الاخضر نوعيته ممتازة، يعني هي الطريقة طبخة طريقة الرز انه اللي بتخليه ينجح عن جد، يعني اغلب الرز بيكون نوعيته كويسة بس اما الطريقة بتلعب دور. هلأ ما بقلكن انه انا معلمة، بس والله في كتير بنات بيسألوني مشان هيك. هلأ شوفوا اول شي بحط الرز انا، وبكت له كمية ملح منيحة، والمي بتكون غالية تماما تماما. بعدين هلا رح انقعه بالمي هيك بغمره تماما كمان، وبحطه على جنب لتبرد ميته، يعني ما بغسله بصوله، في منه نص ساعه بعيفه هيك انا لتبرد ميته، بس بردت ميته تمام هذاك الوقت انه بصوله. احيانا بنقعه قبل بساعتين ثلاثه ما بيأثر، عرفتوا يعني بعيفه على جنب. هلا هون البطاطا رح اكملها كليتها مثل ما شايفين، بقليها 3 ارباع قليه لانه هلا بدي احطها بميه الفروج يعني بعدين، عرفتوا. هون رح اقلي لحمي على الوجه للمقلوبه، هذا بيرجع اختياري. هون بعد ما استوى الفروج عبملحه لانه هون يعني حطيت له المطيبات وكل شيء بعد ما شلت الزفرة، شايفين شكله كيف صار، لأنه رح أطبخ بميته فتماما نظفت الوش يعني من زفرة الفروج، لأنه رح أطبخ فيه الرز المقلوبة ورح أطبخ فيه البطاطا بحمض. هلأ هون استوى معنا الفروج، هلأ رح نسحبه نحطه على جنب. هلأ أنا هذا بدون عظم، هو ذاتا يعني مشفى بدون عظم، رح أحطه يبرد مشان هيك بس أشيل عنه الجلد، إنه أكب الجلد يعني، وتمام أخذ بس قطع الفروج. ولا هون هاي كانت آخر وجبة بطاطا عندي، بعدها بنفس الزيت رح أقلي البنجان، يعني ما بيأثر البطاطا لأنه ما بتطعم بالزيت. وهي قليت لحمة ناعمة طبعا ما لقلة بهار وملح، وهي اختياري للمقلوبة، يعني هي رح أحطها على وش المقلوبة إنه هي ماي ضروري، شايفين. هلأ رح أقلي البنجان مشان نطبق المقلوبة فيه. وكتير منكم عم تسألوني على فيديو تجهيزات رمضان وتحضيرات رمضان، تمام إن شاء الله بكرة رح ينزل فيديو، انتظروني بكرة المساء رح ينزل الفيديو صار جاهز. وعلى فكرة هلأ رح أنزل بعد هذا الفيديو مقطع صغير على التيك توك، اللي بحب يروح يشوفه تمام، إنه رح تشوفوه كمان هنيك هيك الديكور، واللي بحب يتابعني طبعا عنده تمام رح أنزله. على فكرة هذا الفيديو من امبارحة خالص، هلا هي الطنجرة رح اصف المقلوبة بس ما فيني اضف له صوت، انا متضايقة، بتعرفوا انتو عندي ضيق تنفس، فهلا كتير متضايقة، فكتير صعب علي انه اسجل صوت، فكتير مانعني يعني هذا الشيء، عرفتوا من تنزيل الفيديو، اللي والله كتير مزعوجة لانه الفيديو من امبارحة خالص. بس ان شاء الله هلا برمضان من ضمن التغييرات اللي رح تصير انه انا رح اضيف الصوت مباشر، ما بدي اضيفه ضيفان، يعني رح احكي معكم مباشر انا وعيلتي وقت اللي رح اصور فيديوهات اليوتيوب ان شاء الله، لانه اضافه الصوت كتير عم تمنعني من انه هيك تنزيل الفيديو هيك كتير عم بصير صعب علي. وشوفوا هلا حطيت بموقف انه كتير صعب، يعني ما فيني اسجل يعني هيك صوت كامل، بس يلا الحمد لله. هلا هون اخذت شوي من ميه الفروج حطيتها بالطنجره، وراح اضيف فوق البطاطا اللي قليناها 3 ارباع قليه مشان احط فوق الفروج، بحط لها توم وليمون. هلا في عندكم ليمون تمام حطوا، لا ما في حطوا ملح الليمون، هلا انا حطيت له ملح الليمون. وهي الفروج بعد ما شلنا منه العظم والجلد، ما في هو ذاتا عظم، بعد ما عشان منه الجلد، وتوم كمية توم منيحة، طيب التوم في قلبه بيصير، وحامض ليمون وشوية بهار صغيرة، عرفتوا. هلا أنا ليش ما حطيت ليمون ما عندي، فحطيت ملح الليمون كمان بصير يعني. وهلا هون شايفين حطيت الرز للمقلوبة، هلا في منهم بيحطوا له بهار، انا ما بفضل احط له بهار، هي المي اللي سخنتها تبعيت الفروج اللي اخذت منه شوي، هلا رح احطه للرز المقلوبة، خليتها تكون سخنة بعدين رح اضيفها. هلا ما بكتر مي كتير لانه في باذنجان اخذ سماكة من تحت، فبعدين بتخبص شايفين، يعني لو الرز يا دوب مبين، بس اما وقت اللي بتضغطوا في مي لتحت لانه في باذنجان بارض الطنجرة وفي بندورة، هذا كله اخذ مساحة مي. طبعا انا بضل بقلكم انه انا عم بشارك معكم طبختي، انا ماني شيف ما يوصف، يعني انا روتين هيك ببيتي عم بصوره وبشاركه معكم. هون جريت الغضب وورجيكم لانه المجلى كتير صغير فما بتوسع الطنجره، وليش اخترت هاي الطنجره، انا ما في عندي هيك
طنجرة مشان المقلوبة أقدر ألف فيها، عرفتوا إنه تكون هيك حجمها، ما في إلا هديك طبخت فيها وهي، فاضطريت أطبخ بهي الطنجرة لو كبيرة. تمام، بس يلا راح يمشي حالها. هون هي البطاطا بحمض، مستنيت على بين ما تغلي شوي، ما بحركها مشان ما تخبص يعني هيك، بعدين بتفرط البطاطا. بورجيكم هي جنبي كنت جالية كمان، وبنتي عم تنشف الجلي هلا. لسه هاي البطاطا أنا كمان بحطها بالفرن هيك، بحط ميتها وبحط لها الثوم والحمض وكله وبحطها بالفرن كمان تطلع طيبة. بس هلا فرني بما إنه متعطل حطيتها على الغاز، بس أنا بصراحة بحبها بالفرن يعني، ما بحب أحطها على الغاز. وهي شكلها عن جد كتير طيبة وبتقبل. وهي يلا جبت لكم وصفة جديدة لرمضان، ما بعرف خبروني أنتم منين عم تتابعوني وبتعرفوا هيك أكلات يعني بتعملوها. لأنا أغلب أكلاتي أكلاتنا العادية يعني، عائلتي مثلا ما بتاكل هيك أي أكلة، أكلة غريبة، أكلة هيك، لا أكلاتنا خلص المعترف عليها بسويها. هلا رح نقلبها ونشوف شلون شكلها رح تصير. حلوة صلاة النبي تملى القلوب، يا عمي صلي على النبي تلاقي الخير، يا ما حلوة صلاة النبي تملى القلوب، يا عمي صلي على النبي تلاقي الخير. يا وملايكة من حوله، الله الله الله، المولى صل عليه، الله الله الله. خلونا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين شكلها؟ حبيت اقسم لكم منه كميه مشان تشوفوا انه قلب الرز شلون مستوي كليته، حتى لو من نص وما كانت مخبصه عن جد كتير بتطلع طيبه. ان شاء الله الف صحه وهنا على قلبنا وقلبكم. وهلا رح نكمل الفيديو مع بعضنا. هلا شوفوا عم بورجيكم شكل البيت شلون كان يعني قبل التزيينات وقبل الديكور. هلا رح اشيل هي الطاوله، رح اغير تماما، رح اشيل هي الديوانه. هلا هي الديوانه مكسوره، انتم بتعرفوا انه هي من عند الجيران وما غرفه جديده ولا شيء، فهي الديوانه مكسوره يعني انه خلص تماما ما بقى قاعد عليها، فانه رح اضطر انه اشيلها عرفتوا من الغرفه. ورح اغير هيك شوي بالديكور، رح احط ديكورات رمضان اكيد رح تشوفوها فيديو بكره، انتظروا الفيديو رح أنزله إن شاء الله بكرة. ومن بكرة رح أستمر معكم كل يوم فيديو كل يوم فيديو بإذن الله تعالى. إذا شفت تشجيع منكم وهيك إنه يعني وقت اللي بتكتبولي عن جد هيك كلمات وبتحفزوني أنتوا عن جد والله، بس هيك بتشجع عرفتوا، بفرح يعني إنه بتلاقوا مين إنه هيك عم بيقدر إنه تعبكم أو شيء، فكتير بتحبوا عرفتوا. يلا والحمد لله رب العالمين. هون بعد ما خلصت حوست الغرفة كليتها وهيك ورجيتكم إياها قبل، وهلأ تمام رح تشوفوها بكرة بعد ديكور والهيك التغييرات اللي رح تصير. وهلأ رح اخذكم في كتير منكم لانه قالوا لي صوري لنا بيتك ورجينا هيك، رح اصور لكم اياه هلا ورح اصور لكم اياه كامل بعد الديكور رمضان. هلا هي الغرفه الصغيره اللي بيناموا فيها اولادي، كتير صغيره ما بتوسع شيء. هاي هون رح اعملها مثل ركن صلاه، رح احط فيها سداجات الصلاه وهيك شغلات انه رح اعملها، لانه هي شايفين انه كتير صغيره وما يعني ما بنستفيد منها شيء، بس اجمالا رح يناموا فيها يعني ما حط فيها شغلات كتيره. غرفه القعده نفس الشيء، رح احط الشغلات اللي هيك اشتريتها لانه انا من قبل ما كان عندي شيء يعني انه ابدا ما في شيء، يمكن في قطعه وقطعتين راح تشوفون انه من بيتي القديم هن معي الحمد لله رب العالمين. وهيك عم بورجيكم انه هي البيت. هلا يلا خلونا نروح كمان واورجيكم الغرفه الثانيه، وقلت لكم باذن رب العالمين بكره رح افرجيكم البيت كله. هلا هون هي غرفه النوم اللي بنام فيها انا، ما فيها غرفه نوم، انا ما عندي غرفه نوم وما بقدر هلا اشتري غرفه نوم، انا باركه مؤقت. هلا اذا اشتريت غرفه نوم تمام بكره بيقولوا لنا روحوا اطلعوا ورجعوا، ببطلوا يعطونا اذن سفر وين بروح بالاغراض، كثير صعب النقله وهيك عرفتوا، فيعني عن جد عدم الاستقرار اصعب الشيء. فالحمد لله رب العالمين، فمضطره انه نقعد هيك هلا. الحمد لله هون هي الغزانة فيها كل لبسنا أنا والأولاد، وهدوليك اللي عم بورجيكم على الزاوية هيك الفرش والشغلات اللي مننام عليها الحمد لله رب العالمين. وهيك يعني مطبقتهم قدر الإمكان إنه يوسعوا معي مشان إنه يعني هيك مساحة، لأنه البيت كتير صغير
وما في منشر وما في غراض عن جد انه تطبقوا عن جد. والله العظيم كتير صعب، شايفين حيطة هون اللبس اللي بيلبسوا يعني بشكل يومي ولادي هون مطبقته وانا وزوجي وكليتنا بهاي الغزانة، وهون بالطرف الثاني حيطة الشغلات واللي بيطلعوا فيها يعني لبرا وكولوناتهم تحت نادرون هيك، مضطرة انه اطبق هيك وفوق جواكيتهم. والحمد لله حبيت هيك اعملكم لمحة لانه كتير بتسألوني انه صوري البيت وصوري هيك، فقلت لكم ان شاء الله بكرة كمان بعد ديكور رمضان رح اصوره كلهم، بما انه رح نغير شغلات في المطبخ، بما انه رح نحط هيك شغلات بالغرفة الصغيرة، فتمام كمان رح اشاركم معكم بعد التغيير، بس هيك صورته قبل مشان اصور لكم اياه بعد كمان. طبعا هلا كمان رح نروح على المطبخ، يلا مشو خلينا نروح على المطبخ ورح افرجيكم المطبخ، بتعرفوا مصورته قبل معكم بس تمام انه رح افرجيكم اياه شلون رح يكون شكله قبل وشلون رح يصير انه بعد هيك التغييرات. هلا قلت لكم التغيير اللي رح اسويه بالمطبخ انه بحيث ما اجرك المطبخ يعني انه ما نعمل فيه شيء، لانه البيت طبعا مو لنا، فما يعني ما بيصير انه نشارك فيه شيء. الورق اللي رح الزقه وقت اللي بينقشر ما بيأثر شيء ابدا على المطبخ، بالعكس يعني انه كتير رح يخليه هيك يصير حلو وتمام. انه تغيير شكل على المجلة يعني احتمال ما ألزقه انه لانه صعب يمكن رح ينقشر في المي، بس انه هيك الابيض اللي ورا المجلة اللي شفتوه هيك احط عليه الديكورات يمكن. الخزن ما فيني اغير فيه شيء، بس بحاول اشوف انه محل مفصل هيك باللور لهذا، لانه والله كثير عم بتعذب فيهم كثير عم يتغبروا. ويلا مو مشكلة، دوما بقلكون الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على الصحة، الحمد لله على العافية، الحمد لله الانسان بخير، هذا كله ما بيهم يعني عن جد صدقوني. لهون بكون انتهى معنا الفيديو، لا تنسوا تحطوا لي لايك من ايديكم، تكتبوا لي تعليق حلو من ايديكم، وتكتبوا لي مين متحمس انه يشوف بكره هيك فيديو ديكورات رمضان. عن جد انه انا كثير متحمسه، ما بعرف ليش، بما انه رح اشارك معكم كل يوم فيديو فكتير متحمسه. لهون بكون انتهى معنا الفيديو، استنوني فيديو جديد، بحبكم كثير، وهلا بقلكم يلا سلام.